فقد فتح نبينا صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد والتجديد في المتغيرات والمستجدات واسعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وطبيعي أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر وواقعه ومستجداته، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقر مبدأ الاجتهاد وفتح بابه واسعاً لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في حياته هو صلى الله عليه وسلم. فعندما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي ولا أقصر في البحث والنظر والاجتهاد والقياس. فلم يقل سيدنا معاذ لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن لم أجد حكما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنتظر أو أتوقف أو سأرسل إليك رسالة أو سأرسل إليك رسولا، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالاجتهاد في حياته هو فيما يعني لهم من المستجدات، بل ترك صلى الله عليه وسلم مساحة واسعة للاجتهاد والنظر قائلا لسيدنا معاذ بن جبل: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق النبوي الشريف، وفي ضوء توجيهات سيادتكم المتتابعة بأهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص قرآنا وسنة في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وأهمية بناء جيل من الأئمة قادر على التعامل مع مستجدات العصر وإشكالاته وتحدياته، فإننا قد عملنا على ذلك من خلال عدة محاور من أهمها: دورات التدريب والتأهيل المستمرة بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وأكثر من 20 جامعة مصرية والعديد من المؤسسات الوطنية، ومن خلال أكاديمية الأوقاف الدولية التي خطت خطوات واسعة نحو العالمية، فإلى جانب دورها الوطني في إعداد وتأهيل الأئمة والواعظات صارت قبلة العديد من دول العالم في تدريب الأئمة والواعظات والإعلاميين وغيرهم من المعنيين بقضايا الفكر الديني. مع حرصنا الشديد على التنوع الثقافي والمعرفي في برامجنا التدريبية والاستفادة من جميع التخصصات والخبرات العلمية، فالعمل الإفتائي في القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية والمناخية وشؤون الهندسة الزراعية والوراثية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا يحتاج إلى رأي أهل الخبرة والتخصص العلمي لتبنى عليه الفتوى. فالرأي الشرعي في القضايا العلمية التخصصية والحياتية المستجدة يبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه.